بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم النهارده دكتور محمد النجيري، استاذ التوليد وامراض النساء بجامعه المنصوره. الحقيقه في ظل الظروف اللي بنعيشها في البلاد هذه الايام، وبيعيشها العالم طبعا كله في وجود فيروس كورونا، الحقيقه حبيت ان انا اوجه كلمه بسيطه للسيدات اللي احنا بنتعامل معاهم باعداد كبيره. هم السيدات الحوامل من خلال عملنا طبعا. السيدات الحوامل في اثناء الحمل طبعا المناعه عندهم بتكون الى حد ما اقل من الشخص العادي، وبالتالي بنحب نوجه لهم بعض النصائح في هذه الايام تفاديا لحدوث ان شاء الله اي عدوات او اصابات. السيده الحامل بنصحها النصائح العامه اللي هي بنقول ان غسل اليدين طبعا مرتين ثلاثه اربعه خمس مرات في اليوم كل ساعتين بميه وصابون عادي خالص. بننصح السيده الحامل ان هي يا ريت ما تتواجدش في وسائل المواصلات العامة، وذلك لتفادي الازدحامات. يا ريت تقلل الاحتكاكات حتى أثناء وجودها في المنزل بأفراد الأسرة وتكون أقل ما يكون. طبعا العمل من المنزل إذا كان متاح، والحياة الدولة موفرة هذه الأمور في الوقت ده، إنها سمحت لسيدات كتير إنها تظل في المنزل وتعمل من خلال المنزل، وده طبعا حاجة مشكورة للدولة. برضه يا ريت انه تمتنع عن التواجد في اي اماكن تجمعات، سواء في اسواق سواء في سوبر ماركتات سواء في اي اماكن يكون فيها تجمعات، يا ريت تتباعد عنها. برضه بنقول للسيده ان الضغوطات النفسيه اللي احنا كلنا بنتعرض لها في هذه الايام، طبعا السيدات اكتر ربات البيوت وخاصه الحوامل منهم، بننصحها ان هي يا ريت تبتعد عن الضغوطات النفسيه، وتتحاول ان هي تتاقلم، وتحاول ان هي تكون في هدوء وتهدي اعصابها، ويكون عندها ان شاء الله ايمان وثقه بالله وحسن ظن بربنا ان الامور هتعدي كويسه باذن الله. بعض الحالات او بعض السيدات تشعر بعض الاعراض اللي هي شبيهه بالكورونا، زي شويه سخونه، زي رعشه، زي كحه خفيفه، بلغم، كل دي حاجات بسيطه، ويعني احنا ما بنهونش طبعا من الكورونا، لكن بنقول انه في اعراض كتير جدا بتكون شبيهه وبتطلع في النهايه حاجه بسيطه ملهاش قيمه في تاثير حاجه. فبنحاول نطمئن السيده الحامل انه حالات كثيره جدا واعراض كثيره جدا هتطلع في النهايه حاجات بسيطه ملهاش تاثير في حاجه. لكن لو حست ببعض الاعراض فهي طبعا لو كانت في مكان فيه انتشار للفيروس فطبعا لازم تعود، وبتيجي لما بترجع من العوده من المكان ده بتعمل لها مسحه من الانف او من الحلق علشان نطمئن انه باذن الله ما يكونش في عدوى حدثت، وبتقعد في الحجر الصحي في المنزل لمده 14 يوم. بتقعد ويا ريت بتكون ما فيش زيارات، التهويه تكون جيده جدا، الاحتكاك بافراد الاسره يكون اقل ما يكون، وطبعا بتستخدم الماسكات وغسل اليدين باستمرار في خلال فتره الحظر الصحي. طبعا بتتواصل مع الطبيب المعالج بتاعها وبتعرف انه في بعض الاعراض ظهرت وان هي في الحجر الصحي، وانه يتابعها من خلال التواصل عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي انه يفهمها او تستفسر منه على اي شيء في خلال فتره الحظر. لا قدر الله في بعض الحالات لما بيحصل اصابه فبنقول ان طبعا السيده بتنقل في عربه مجهزه، بتكون بملابس وماسكات مجهزه، فريق طبي مجهز بكل الامكانيات اللي تمنع حدوث العدوى من المريضه للفريق الطبي او العكس، وبالتالي بنوصل المريضه للمكان اللي هو المخصص للمتابعه فيه وانها تكون تحت الملاحظه الدقيقه. لما بتوصل المكان طبعا بيقوم الفريق الطبي الخاص بالولادة بتقييم السيدة كحالة حمل وتقييم الجنين، وبالتالي تجهيزها لوضع الولادة إذا كانت أشرفت أو أقربت على الولادة. الحقيقة في أثناء الولادة في بعض الملاحظات تواجدت انه ممكن ينقل الفيروس من الام للجنين اثناء الولاده الطبيعيه عن طريق الشرج، ولكن في اثناء الولاده القيصريه ده ما بيحصلش. وطبعا لحسن حظنا وبفضل الله انه كل الابحاث اللي اجريت وكل الملاحظات اللي سجلت انه ما فيش نقل الفيروس من السيده الحامل للجنين عن طريق الدم او عن طريق السائل الامنيوسي، لكن احتماليه نقله عن طريق الشرج ده بنسب موجوده، فبنتفادى الولاده الطبيعيه وبتكون الولاده عن طريق عمليه قيصريه. الحقيقه النقطه المهمه جدا اللي بننصح بها في النهايه السيده الحامل هو التغذيه. التغذيه الجيده والتغذيه المهمه بالانواع الاكل اللي هو مهم جدا، الفاكهه الطازه، الخضروات الطازه، كميه كبيره من الليمون والبرتقال، ويا ريت ليمون مركز كل ساعتين او ثلاثه مضاف عليه معلقه او اثنين من العسل الابيض،
الحاجه دي بتدي مناعه كويسه جدا، وبتعمل برضو طرد للفيروس اذا كان تواجد لا قدر الله في الحلق، فالليمون بيقضي عليه بدرجه كويسه جدا. زيت الزيتون بيرفع المناعه، المكسرات بترفع المناعه، الاسماك واللحوم الطازه، الحاجات دي كلها مهمه جدا. الاغذيه اللي بتحتوي على نسبه عاليه من الحليب ترفع الهيموجلوبين، ورفع الهيموجلوبين ده من الحاجات المهمه جدا جدا بالنسبه للسيد الحامل. الكبده، صفار البيض، العسل الاسود، التفاح، البلح، الخضروات، السبانخ، كل دي حاجات مهمه جدا ترفع نسبه الهيموجلوبين بالنسبه للسيده. في النهايه بنقول ان بعض الادويه بينصح بيها ان السيده تستعملها زي فيتامين سي قرص مره او مرتين في اليوم، زي المركبات اللي فيها الزنك، زي المركبات المضاده للاكسده، وفي النهايه بنقول مركبات الحديد مهمه جدا، خاصه المركبات اللي بتبقى عباره عن توليفه بتحتوي على الزنك، بتحتوي على المغنيسيوم، بتحتوي على المنجنيز، بتحتوي على فيتامين سي، بتحتوي على نسب منضبطه من الحديد 27 مللي جرام. ده من الحاجات دي كلها التوليفه اللي هي بتبقى فيها تركيبه عاليه من هذا الشكل بتبقى مهمه جدا جدا للسيده الحامل، انها ترفع الهيموجلوبين وبالتالي المناعه ترفع، وبالتالي بقلل فرص ان السيده تتعرض للاصابه بفيروس كورونا. في النهايه بنقول انه احنا بنطمن السيده الحوامل انه ان شاء الله تتعدى هذه الفتره بخير، وان السيده طالما انها ظلت في المنزل وبتتبع الارشادات البسيطه ان شاء الله هتكون بخير، وهتعدي سليمه، وهتولد سليمه ان شاء الله. في النهايه بنتمنى للشعب المصري العالم كله الصحه والسلامه، وان شاء الله الى خير.